شايفين ده صوص الفراولة او دبس الفراولة، تعملي منه بقى عصير دبس زي ما تحبي. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا كمية فراولة حلوة زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله كمية حلوة. دي قفص او قفصية او زي ما بتسموها بقى، برنيكة قفصية قفص اي حاجة. المهم دي زي ما قلت لكم جايه لنا هديه زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه روعه. اللهم صل على النبي. اهي هنبدا بقى نغسلها حلو معاكم كده، هنغسلها بالزهره بتاعتها دي او بالورده بتاعتها دي، مش هنشيلها لان احنا لو شلناها الزهره دي قبل ما تتغسل بتتملى ميه، يعني بتشرب ميه وطبعا طعمها ما بيبقاش حلو. وعايزه اقول لكم ان ما شاء الله يعني كميه حلوه زي ما حضراتكم شايفين وكلها زي الفل. هنبدا بقى ننضفها معاكم. نروح بقى دلوقتي نجهز كميه حلوه من الميه عشان نغسلها فيها ونظبطها كده ونرجع لكم تاني. يلا بينا نروح على الميه. وزي ما انتم شايفين كده معانا اهيت، هنبدا بقى كميه الميه اهي، ننزل بقى فيها الفراوله شويه بشويه كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. هنغسل كمية بكمية لأن ما شاء الله يعني الكمية كبيرة، فإيه عشان نعرف نحركها في الطبق. ننزل كمان شوية كده، نغسلهم حلو وننضفهم وبعدين نرجع نكمل. شايفين؟ بصي بقى لا تقولي تحط عليها اي حاجة المية، بس هي عايزة ايه تتنضف، تتنضف كويس علشان وبرضه حاولي ما تغيبهاش في المية عشان المية ما تبوظهوش. بسم الله ما شاء الله طازة وزي العسل هي اهي. هي مش عايزه دعك بقى والحاجات دي، يعني بس حاجات بس كده تنزل الرمل او الترابه من على الفراوليه بس. هنبدا بقى نشيلها كده من الميه. والوقت بقى نبدا نشيل كده ونحط في مصفى تتصفى معانا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اصلا هي نظيفه طبعا لان هي بتيجي من وكاله، يعني هي جايه اصلا من وكاله. هنعمل كميه عصير بقى حلوه كده عشان خاطر الاستاذ حلمي ياخد معاه شويه قبل ما يمشي لما يجي مسافر ان شاء الله. بس كده على النصفة دي حلمي. شوية كده برضو هنقوم فتحين الحنفية عليها وننزل عشان لو رمولية ولا اي حاجة، وهي في قلب المصفة كده. تمام، شيل كده يا رما، شيل معاه كده ساعدني. حاولي يعني ايه ما تهروهاش لان هي الفراوله ما بتستحملش وما تغيبهاش في الميه. تمام، بس كده خلاص نشيلها بقى نحطها ايه تصطف. نسيب
هتتصفى ونروح لغيرها بقى، نجيب مصفى تانية ونحط فيها بقية الكمية. ودي بقية الكمية اهي شايفين، بسم الله ما شاء الله حاجة زي الفل. هنجيب بقى بقية اللي على الصينية برضو، نحط دول كده تحت المية. نجيب الكمية التانية اهي، ننزلها بالراحة برضو. عايزه تكتبي الفراوله نضفيها وهي طازه وخزنيها على طول، يعني ما تغيبهاش عشان بتبوظ الفراوله وما بتستحملش. شايفين حاجه زي الكريز زي العسل زي البق. بقى هنا وشوفي بقى. وطبعا هنشيل الوردة اللي عليها، ولو في اي حاجة فيها حاجة، انا واحدة فيها حتة بايظة حاجة لازم نرميها كلها، مينفعش نعملها. تمام كده، تمام كده. نروح برضو على الكمية دي، الكمية ديت نحاول نشيلها برضو من المية على طول عشان ما تبصي. بصوا عايزة اوريكم حاجة، شايفين شايفين ده رمل اهو، رمل كان في قاع الطشت اللي كنا بنغسل فيه او الطبق اهو، شايفين اهو رمل اهو، عشان تاخدوا بالكم من الحاجات ديت وتبقوا تنضفوا الحاجة كويس اهو، ده كله رمل اهو. حبيت اوريهولكم برضه عشان تاخدوا بالكم من الحاجات دي. بالذات الفراولة بيبقى عليها ايه رمل، لان هي بتزرع الشجرة بتاعتها صغيرة والتربة بتاعتها تربة رملية، شايفين اهو. تاخدوا بالكم من الحاجات دي وتنضفوها كويس عشان الاولاد. الوقت بقى غسلناها اهو ونضفناها، نبدأ بقى ايه نفضي كده بقية الكمية اهي، بعد ما غسلناها حلو بالمصفى كده وظبطناها اهي بسم الله ما شاء الله. هنبدا بقى ننضفها ونشيل الورده بتاعتها دي اهي. بصوا دي مش بايظه يعني، دي للعصير، هي بدات بس ايه من الميه القشره تروح، لكن هي لسه بسم الله ما شاء الله طازه وحلوه، واللي جسمها متغير كده هنرميها يعني ايه مش محتاجين. تمام اهو، طبعا كريم ما شاء الله عليه بينقي الحلو عشان ياكلها. شايفين بقى، وبدانا نعبيها في الاكياس كده اهي على قد العصير اللي انت تعمليه. مثلا دي مثلا لو هتعملي تحطي حاجه تانية مع العصير، مثلا تحطي موز، تحطي حاجه مع الفراوله، يعني ايه على قد الوجبه او على قد كميه العصير اللي هتعمليها اهي. يعني انا مش مكترة بصراحة، لو في ضيوف ولا حاجة وهكتر ازود الكمية اعمل كيسين تلاتة اربعة زي ما انا عايزة. تمام، يبقى احنا كده نعبيها في الاكياس ونغلفها كويس، نطلع منها الهواء ونقفلها حلو ونعينها في الفريزر، وهنعمل برضو منها عصير معاكم زي ما قلتلكوا. يلا بقى نروح نعمل العصير دلوقتي. ويبقى كده احنا عملنا معاكو عصير الفراولة ودبس الفراولة، وخزننا فراولة العصير لرمضان، وبرضو هنعمل منها مربى ان شاء الله. كل حاجة معاكو بإذن الله. شايفين بقى الجمال والطعمة والحلوة، ديت عصير فراولة بس على سكر، مفيش اكتر من كده. العصير الفراولة على سكر، ما حطيتش عليها مية، يعني ده دبس فراولة خام اهي. وبألف هنا وشفا، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا كل جديد، وياريت تسمعوا الفيديوهات لآخرها يا جماعة علشان ننجح بعضنا، وربنا يوفق الجميع، وكل عام وانتوا بخير.